وعودة للتطورات الروسية الأوكرانية وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك غيث، يعني ماذا لديك من تفاصيل بشأن قصف مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم؟ نعم، بكل تأكيد منذ صباح هذا اليوم شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات الصاروخية على شبه جزيرة القرم، وهذا الشيء الذي تناولته هنا الصحف وأيضا المواقع الأوكرانية، حيث نشرت بأن القوات الأوكرانية ردت على ما يسمى بهجوم الذي أطال مدينة دونيسك، والذي كان العنف بكل تأكيد على مدينة دونيسك وأيضا على المدن الغربية وأيضا الجنوبية في الأراضي الأوكرانية، حيث كان هناك ردا فوريا من قبل القوات العسكرية الأوكرانية، هكذا ما وصفوه هنا المتابعون لما جرى يوم هذا اليوم صباحا. ولكن حتى هذه اللحظة لن ترد أي معلومة رسمية من قبل الجانب الأوكراني حول آلية الاستهداف أو ماذا تم استهدافه بشكل رسمي، ولكن تحدثت الوسائل الأوكرانية بأن تم استهداف ملعبا أو مركزا للتدريب القوات العسكرية في شبه جزيرة القرم، لم تعطي أكثر من تلك المصادر. تحدثت الوسائل الأخرى بأن حريق ناتج عن استهداف تلك المركز، ولكن الجانب الأوكراني يصر بأن مجموعة من الضربات الصاروخية، مجموعة من الغارات أطلقتها الأراضي الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم ردا على ما يسمى بالقصف والغارات التي تقوم بها. نعم، لذا هنا غيث اسمح لي يعني سأسألك عن أن الجيش الروسي قام بهجوم واسع على مدينة أوديسا، هل من تفاصيل لديك بشأن هذا الأمر؟ نعم، بالفعل شهدت مدينة أوديسا منذ الساعة 11:35 مساء دوى صافرات الإنذار في أرجاء كل الأراضي الأوكرانية، ولكن كانت عنفها هو تحليق مجموعة لا تقل من 4 إلى 6 صواريخ من نوع كاليبر وأيضا من نوع الخا-22 التي أطلقت من يسمى بخليج قزوين الذي هو في شبه جزيرة القرم. تلك الصواريخ حلقت في تمام الساعة 12:35 دخلت الأجواء الأوكرانية، في الساعة 1:45 بدأت تدوي انفجارات تهز مدينة أوديسا، وبعد لحظات من تلك الانفجار أعلن حاكم مدينة أوديسا العسكري والمدني عن وجود أضرار كبيرة في البناء التحتية نتيجة استهداف مجموعة من الصواريخ منازل المدنيين، وكان أهمها هو طبعا منزل أو مجمع سكني كامل كان يحتوي على المواطنين الذين لم ينجوا بأنفسهم في تلك اللحظة، كون ما بين الصافرة وما بين الانفجار كانت مجموعة لثواني بسيطة، وهذا الشيء الذي جعل هناك أيضا كثير من الإصابات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في المادة التي نتجت عن تلك الاستهدافات. ما زالت هناك فرقة الإنقاذ تعمل في المنطقة حتى هذه اللحظة، ونحن الآن أيضا على دوي صافرات الإنذار في كل أرجاء الأراضي الأوكرانية، نتيجة أيضا لتحليق مجموعة من طائرات الشاهد. لا تصل كل المعلومات حتى هذه اللحظة. نعم، فهمت. لكون الإنذار الجوي ما زال قائما، وأيضا ما زال الخطر حتى هذه اللحظة موجودة في داخل قائما. نعم، لدي سؤال عن قصف الجيش الأوكراني لدونيتسك أكثر من 100 مرة خلال 24 ساعة، هل نستطيع أن نقول أن يعني الهجوم المضاد بدأ يشتد مرة أخرى؟ حسب ما تحدث وتحدث معنا مجموعة من الخبراء العسكريون، أخبرونا بأن القوات الأوكرانية غيرت التخطيط الاستراتيجي لعمليات الهجوم المضاد، لكون أن العمليات عندما بدأت خسرت القوات الأوكرانية بما يشارف 20% من قوتها ومن المعدات التي استلمها من الغرب، لذلك اليوم يحاول الجيش الأوكراني تغيير الخطة العسكرية ليحافظ على المد الكبير الذي يمتلكه من الإمداد العسكري الغربي، وكون أن الغرب اليوم أيضا يعاني من نقص الإمداد العسكري، وهذا الشيء الذي أصبح باينا ما بين الملأ، كون أن هناك تغير وتباطؤ في عمليات إيصال المساعدات العسكرية
لذلك التجأت أوكرانيا إلى الخطط البديلة، إلى ضرب المواقع في خلف خطوط العدو كما يسمونه. بدأوا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى التي تم إيصالها لهم، بدأوا باستهداف المقرات وأيضا المخازن لتخزين السلاح كما يدعون، وهذه كلها ضمن إطار ما يسمى بالعملية المضادة التكتيكية. هم حتى هذه اللحظة لم يعترفوا بأن ما يقومون به هو عملية مضادة شاملة كما وعدوا بها وكما أعلنوها في إعلاناتهم المسبقة. كل من يتحدثون بأن هذه التباطؤ، هذه العمليات نتيجة للألغام الموجودة في الأرض، نتيجة لتغيير الخطط العسكرية وللحفاظ على المقاتلين، وهم الآن يتجهون في استخدام أساليب أخرى وهو قصف المدن التي فهمت السيطرة الروسية، وهذا الشيء الذي أيضا ما حدث في مدينة ميليتوبول وأيضا في مدينة برديانسك يوما. نعم، أشكرك غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفيرة.